اللي يا ابن عين وما قال لك أبو ممدوح ليش ترك باب الحارة مفتوح؟ الله وكيلك يا زعيم، قال إنه سكره بإيده وشلون فاتوا ما حدا بيعرف. طيب ما عرف أشكاله؟ أبداً عقليد، قال إجوا من قفا ظهره وبعدين هو لمح واحد منهم عم يتقاتل هو ومرجان، بس كان ملتّه بعدين راح غاب عن الوعي. ومرجان شلون عرف؟ ما علّك؟ المسكين كان ضايج وجاي يتسلم مع أبو ممدوح، حاكم لساته حاسس بالذنب من ورا هديك القصة. بعدين أبو ممدوح عزمه على كاس الشاي وهو ما قبل، فضل يرجع على بيته. ولما صار براس الحارة سمع أبو ممدوح عم يصرخ، قام رجع وساعده. في الخير والله يا زعيم. حمل حالك انت هلا وتيسر على شغلك، وقفي الباب الحارة منيح. يلا عمرك عقيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو هذا اللي عم بيصير؟ وشو كان بده؟ وشلون هرب منكم هداك؟ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شلون بدك تتجوز يا عبد؟ شلون؟ إن شاء الله ألف هنا يا عبد. كيفك؟ منيح. شو وين مرت عمي راحة؟ مش شايفة أنتِ؟ وينها؟ تكون قاعدة هون تحت الطاولة ها؟ راحة، بعدين شو دخلت؟ لا بس كنت بدي أطمن عليها، يعني كنت بدي أعرف ليش غلطنت. أنتِ ما بتبطلي الحشرية؟ آه، ما بتبطلي سعدية؟ راحي عم اقول لك راحي وما دخلت ان غوتنت ولا ما غوتنت مثل ما بدك عبدو. الله يسامحك هيك بحكي معي. هيك عم بحكي معك على اساس مع مين عم بحكي يعني؟ اه بعدين شو حكي؟ قل لي عم اقول لك انت لا تتدخلي بهي القصص يا سعديه، لا تكوني حشريه. الله يسامحك يا عبدو، الله يسامحك. يعني انا خالتك سعديه وشوي ثانيه يعني كان ممكن يكون بمقام امك. وحيات هدول وحيات هدول ها، كنت ناوي احكي مع ابوك مشان يعني زبط لك موضوع الجواز اللي بدك اياها انت، وبتعرف انت بتعرف سعديه لما بتحط ايدها بشغله شلون بتزبطها. من جد عم تحكي سعديه؟ لك ايه كان حلفت لك بهدول انا، بس يعني اذا بدك يعني كثير انا شد على القصه بدك تحكي لي بالتفصيل شو القصه. لك ان شاء الله بتقبري قلبي على الحكي اذا بتساعديني. شوفي انا رح اقول لك، امسك اول شغله هي اللقمه من ايدي. خبرني يا عبد. صحه وهنا. شوفي انا رح اقول لك، بس اوعي تجيبي سيره لابو عبدو. لك لايو؟ ايوه. شنو بتعرفي شو؟ ما عاد يحكي لي شيء بالمره. اسمعي لقلبي. هذا يا سيدي. ايه هات وعد. بخاطرك اخي. على السلامة. بخاطرك اخي. الله معكم. اعمل لك لقمه تاكلها تقبرني؟ سدي حلقك وروحي من وشي، ما بدي اكل. ليه هيك عم تحكي معي؟ مو انت اللي قلتي لي اطلب منه واحكي معه؟ لك ايه، بس انا ما توقعته يخرج لك كل هيك. بعدين تعال لك، انت ما عم تطلب شيء لإلك او لعائلتك، انت عم تعمل خير مع وحده من نسوان الحاره وقلها فضل علينا بيت بيت. مين منا يا حبيبي محتاجه لام رمزي بخلفه بمرضى بشي قصه؟ هي خجلني وكسر بخاطري وما عمل لي قيمة. يعني أنا طلبت منه هالقصة مع إنه بحياتي مو طالب منه شي منه. إيه روّق، ما في شي إلا بيلتقاله حل بالرواق. أنا رواق وأنا حل وأنا بطيخ. أصلاً أنا ما عاد دخلني، فخاري كسر بعضه. أساساً كنت عم بحكي أنا وأبو الصيف بالقصة من شأ. ولا قال ليك لشو لأحكي قدامك؟ انت مرض سانها طويل بتجوز تحكي. انا يا ابن عمي بدي احكي؟ انا بحكي لك شو سمعت من نسوان الحاره، بس ما بيطلع من تمي كلمه. فرياب اذا بسمعك حكيتي بهالقصه امدعوسك دعوه سيف، فهمتي؟ فهمت تقبرني. الله وكيلك ما بيطلع من تمي حرف واحد، بس امانه اللي شو سمعت من ابو سطيف؟ رح اقول لك. يا ستي رجال الحارة كلياتهم مقروئين من الزعيم. أيوة. ليش؟ لأنه حارة النبع عم يتطاولوا عليهم وعلى أرزاقهم منشان ياخدوا بدارهم من موتة عقيدهم يلي تهمين فيها الزعيم. أوف، لهالدرجة؟ أكلها الدرجة وأكتر.
مستنيين الزعيم على نكشي، وأنا كمان مقروق منه، مشان هذا آخر فصل. إيه، ويلي بلاقي لك الحل. حل شو؟ حل ترجع فيه كرامتك. سمعت أمري. لك يا صباح الخير والفل والياسمين، لك أحلى أب عبده بالعالم والله. اللي من الآخر، شو بدك من وراء الكولكي؟ يا بي، يعني بدي أطلب منك هيك طلب صغير. خير إن شاء الله. يا بي، يعني لإمتى هيك بدك تضل مطلع الميمة وعايشة لحالها؟ والله حرام، يعني بركي هيك من بعد إذنك بترجعها. اوعك تجيب السيرة مرة تانية قدامي. ها؟ وليش بقى؟ هدي حالك شبك يا بي، ليش هيك حنترت؟ لأنك هديك المرة ضليت نقفه راسي لحتى رجعناها، وشفت شو عملت. شو عملت يعني؟ شو عملت؟ كل اللي قالته إنك ما تتجوز وحدة رابعة، خربت الدنيا يعني؟ أنا بس بدي أفهم أنت شو حشرك بهالشغلة؟ هلا أنا خلفتك ولا أنت خلفتني؟ أنت خلفتني. شو أنا خلفتك لحتى تعترض على كل شغلة أنا بعملها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا يابي، أنا عم بنصحك إنه ترجع الميمة، لأنه بتضل أحسن اللي بدك تجيبها. قال أحسن. إيش هو جاب الطز للمرحبا؟ روح عمي روح، أنت ما بتفهم. روح ليه؟ مين الطز؟ ومين المرحبا؟ صفوان، أنا طلبتك لأنه بدي منك شغلة. أمور زعيم. بدي تترك الأرنية اللي أنا وكلتك فيها بالمراقبة، وتجي وتراقب لي بالليل باب الحارة. أنا بيأمرك. أنتو كام واحد؟ نحن ثلاثة زعيم، أنا وأصيل ومخلص. أصيل خلي بر، أنتو ما تحركوا. أنت ومخلص بتجوا لعندي لهو، بتراقبوا لي باب الحارة بالليل من برا. وبدي خبرك كمان شو تساووا وقت اللي تشوفوا واحد بعد المغرب أو بعد ما مسكر باب الحارة إيش كان بيقرب ناح الحارة. أنا عم بسمعك. اسمع، وما تجوزتها. لك محمود، اجيك ولادك اليوم مو مستويين؟ نعم سيدي، صرت طارق ثلاث صحون بتقلي مو مستويين. شلون ثلاث صحون؟ صحنين والثالث صلحناه. شبك لك عد الصحون اللي قدامك ولا ما بتعرف تعد؟ ايه بعدهم، هاي صحن وهي اثنين والثالث صلحناه. قلنا لك هذا الصحن مخلل، هاد ولا بدك تاخذ حق المخلل كمان؟ المخلل ببلاش ولا بمصاري؟ ببلاش. خلص لك نزل لي صحنين مخلل مع رغيفين خبز مشروع يكونوا فحل بصل. بطلنا هي شربت الفول كلها مع ابنا. يا خود عمي نزل المخلل بانواعه. يا واو لكن هيك يا ابو عبدو، طلعت بحق وحقيقي بدك تتجوز علي. ومين؟ بنت عمرها 14 سنه؟ لا، من وين؟ من حارة النبع. ايه روح الهي، ان شاء الله بتروح لحتى تطلبها، بيقتلوك على قد مو قلبي معبى منك. ايه ما بكون سعدية اذا بخليك تتهنى بهالجوازة. انا ليش خايفة؟ اساسا شفنا اللي قبلها شلون خليتهم يتطلقوا. بدها تعجز علي بنت 14 سنة؟ ايه لسا مبارح طلعت على الدنيا. احترامي سيدي.
شوفي سيدي، طلعنا دورية بالحارة والأمور كلها تمام. يعني ما في شيء هيك ولا هيك؟ هيك ولا هيك؟ لا سيدي، ما في لا هيك ولا هيك. طب هيك ولا هيك؟ طب هيك هيك؟ لا سيدي، ما في لا هيك ولا هيك. يعني الأمور هادية بالحارة؟ إيه نعم سيدي. روح أنت لشغلك يلا. احترامي سيدي. احترامي سيدي. هلا رجعت الدورية من الحارة وقالت إن الأمور كلها مستقرة تحت السيطرة. أمرك سيدي. حاضر سيدي. مثل ما بدك سيدي. ماشي سيدي. راح أسكر سيدي. الله معك سيدي. بس لا، لازم أعرف مين هي اللي أخذت له عقله ومين دلوا عليها. ما إلي غير خيرية، هيك هيك طلبتني لحتى أشوف بدرية، منه بشوف بدرية ومنه بخليها تساعدني أعرف مين هي. بس قبل لازم خلي عبدو يجيب لي من ستو شوية معلومات عنها أكتر، وهو كذلك. عبدو؟ يا عبدو؟ حليمة؟ لك يا حليمة وينك؟ نعم يا مو. تتذكري هذا السمسار اللي اشترينا منه أرض ديار؟ ايه تذكرته. مبارح باعت لي خبر انه في جماعة عم يسألوا عنه. مشان شو عم يسأل عنه يا مو؟ مشان شو يعني؟ ما بعرف. أكيد طالبين الجواز. جواز؟ لكان مشان شو لك جدبة؟ يعني يا مو أنت لساتك ناوية تتزوزي؟ هلأ كل يوم بدنا نعيد ونفتق بنفس القصة؟ إيه بدي أتجوز. وأنا يا مو معقول تتركيني لحالي؟ لا ما رح أتركك تقبريني. شلون؟ لك يا مو لا تستعجلي على رزقك، كل شي بوقته حلو. نصيب؟ إيه؟ الزعيم محترم مجهبز وعمره ما رد حدا. لك إيه بنعرف هالشي بس ما بتعرف شو بيطلع معه. وكل الله يا زلمة، وكل الله. ايه وكل الله خلص. لا اله الا الله. نعم. يا الله. يا رب. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شرفتوا يا رجال، شرف استريحوا. شكرا لك. مروني. زعيمنا الله يخلينا لك، نحن قاصدين الله وقاصدينك، بنرجو ما تردنا خايبين. ان شاء الله ما بتردوا خايبين، ايش كان الامر بايدي. زعيم انت قد ودود. الله يبارك فيكم. تفضلوا. زعيم نحن جايين يعني مشان موضوع ام رمزي. ام رمزي؟ مين بعدكم؟ عمي عن جد عم تحكي انه مشي الحال؟ مثل ما عبليك. ايه ها؟ شفت انه الكلام اللي بتقلك يا فريال بس هو اللي بيصير؟ ذكية ما بكي شي. يو ايش بك انت مانك مبسوط؟ شو في بسيط؟ تضرب هالقصة وساعتها. لك شو صاير ابن عمي احكي لي؟ لك ما خلينا بوسة شوارب لحتى رضيوا ثلاث زلم يروحوا لعنده منشان يقنعوه بالقصة. ايه وبس وصلوا لعنده قالوا له نحن جايين مشان ام رمزي، قام قال هون دغري مين بعدكم؟ ايوه وشو قالوا له هن؟ ابو زاهر قال له انه ابو فهد ترجانا نجي لعندك. ايوه ولما عرف انك انت اللي بعتهم شو قال؟ خبرهم انه انا رحت لعنده وطلبت منه وهو ما رضي، وانا ما كنت مخبرهم هالشي. لما رجعت لعنده قاموا مسحوا الأرض فيني. ليش بقى؟ قالوا لي إنك أنت ما خبرتنا إنك رحت لعنده وطلبت منه وهو مو موافق،
فهنن بحياتهم ما عاد يردوا علي إذا طلبت منهم أي طلب. بالعكس حبيبي، أنت عملت عمل خير. هلا المهم كمل لي، شو قال لهم كمان؟ لمن قالوا له إنه نحن ما معنا خبر إنه أبو فهد إجا لعندك، قام قالهم أنتوا معذورين ورح سامحها لأم رمزي بس بشرط. قالوا له شو هو الشرط؟ قالهم ما عاد تغلط هي غلطة بالحارة، وإذا بتغلط أي غلطة بدي ألحها من كل الحارة. إيه؟ وخبروا أبو فهد إنه حمرت عيني منه. شو يعني؟ شو يعني؟ يعني حمرت عينه مني. إيه وشو هلأ؟ هلأ فيك تخبريها إذا بدها تطلع إمتى ما بدها، لأنه صفح عنها الزعيم. لك هي أحلى خبرية يا أحلى رجال بالحارة كلياتها. واحد الله، لا إله إلا الله. كل شوية وقت ورح نعرف كل شيء. كانت قريبة، لو ما هرب منكم هذا الكلب الصالوك. هذا الحق علي، هذا الحق علي، ما كان لازم تركه لتاني نهار أبدا. بعين الله. ولا أزعار، شو عم تعمل بصاص ليالي؟ ليش عم تدعلي الباب؟ لا تقلي أزعار، أنا الزعرورة بالصيف. ها لا أنت أزعار ونص كمان، شو عم تعمل يوم بصاص ليالي؟ ليش عم تدعلي الباب؟ هي أنا كنت رايح صلي بالجامع، قمت لقيت واحد فايت على القهوة. شو هالحكي؟ هي مثل ما عم بقول لك. أنت مستأكد من الكلام؟ ها؟ مستأكد مستأكد. لك بس أنا قفلت الباب بإيدي. والله لا أخرب بيته. إذا هاد صحيح عم يفكر يتجوزني، من مين بده يطلبني؟ والله مالي غير عمي أبو رياح، أحكي له وأكله بالقصة مشان يكون جاهز لاستقباله. وأنا بكرة بتحركش الحرمة مرسال السمسار، بخبرها بكل شيء. شو في زازو؟ زعيم اجا ابو شلهوب. خليه يفوت. فوت ابو شلهوب. وانت قلتها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. استريح. السلام عليكم. خبر ابو شلهوب. ما في شيء، كل شيء عادي. ما كنت اجي لو ما مرسالك خبرني. ما عم تحس بشيء هالناح هالناح؟ ابدا. اسمع ابو شلهوب، اليومين اللي جايين الله يرضى عليك بدك تدير بالك، بتفتح لي أدنيك وعيونك منيح.
أنا ما بدي أحطك بخطر لا سمح الله، لذلك أنا ما عاد بعد لك. أنت أي شيء بتشوفه ضروري تخبرني إياه تعال وحدك. روح في ذاك زعيم. تسلم روحك، الله يطول بعمرك. وهلا بدي إياك كمان تطلع من غير ما حدا يشتري بالحارة. رح يطلع معك العقيل يخرجك من باب الحارة، حتى أبو ممدوح ما بصير يترفيك. صار اتكلوا. جريد السلام عليكم. الله معكم، مع السلامة. جريد هذا الله يجمله بالستر. كاسة شاي لعمي ابو خلاف. اهلين عمي سطيف، ايش موديات؟ الله يسلمك. شو اليوم شايف ابوك شمسته عالي اليوم؟ ايه اليوم عم يجيب كرستا للقهوة. الله يرزقكم يا رب. والقايل صحيح عمي، بدنا شكلين لبنة على كيف كيوفة. لك تكرم عينك، وانت توصلي بالحمار في سطل مي. لسه هلا شربته سطل شاي. ايه شو عليه؟ كله بالحساب، كله بيدفعوا. ايه شو عليه؟ على راسي. يلا الرحيم. لك يا مخلوق اعتصي، انت جاي قول احم. انت تضل هيك ضدك تضل خرطي، ما عم تقوى شوي، ما لك تصير زلمه. ما تدري وين طالع على بكير اليوم. شو هي لوين طالع؟ وين كنت؟ شو قصتك انت؟ ليش حبيبي انا مالي مرتك حتى اسالك؟ بلا مرتي، بس هي كانت غلطه عمري. هلا انا غلطه عمرك؟ تتذكر لما جوزتني قلت لي انا مرتاح قد الدنيا لاني جوزتك؟ لا، اهلك اللي ارتاحوا. هلا صار اهلي اللي ارتاحوا؟ اساسا الزواج جريمة حق الرجل. لقال ليش بيحطوا 2 شهود على العقد؟ أبو عبدو شبك ليش عم تعيطي؟ بدي اياك بقصة. شو هي؟ بصراحة أنا كتير ضايق خلقي وحاسة حالي مالي، عم فكر يعني أحمل حالي وروح لعند خيرية، قلت هيك بشرب فنجان قهوة عندها، صارت جاي لعندي أكتر من مرة وأنا ما رحت لعندها ولا مرة. يلا خليها تروح، أحسن ما تتنصت علي أنا وأبو زغلول، شو بده يخبرني عن العروس؟ ايه روحي، شو عليه؟ بس لا تطولي. لا ايوه تقبرني، شو طول؟ معقولة طول عليك؟ يعني هي شغلة فنجان قهوة، بعدين بدي ارجع بكير مشان اطبخ لك. ايه الله معك. ايه صحيح ابن عمي، ما قلت لي شو جعل بالك اطبخ لك؟ ولا شي. امبارح كانت ولا شي واليوم كمان ولا شي. امبارح اكلنا ولا شي واليوم كمان ناكل ولا شي، شو عليه اذا الواحد اكل من نفس الطبخة على يومي؟ ايه مزبوط. يا ستي هي احلى خبريه سمعتها بحياتي. مشان تعرفي فريال لما بتحكي بتفعل. تسلمي لي يا فريال، الله يخلي لي اياكي يا احلى وحده بالحاره. ام رمزي وين بتنصرف هاي احلى فريال بالحاره؟ شبك شو قلنا لك؟ عم نقول احلى وحده بالحاره، سبيناكي شيء؟ ما اختلفنا، يعني أنا بعرف إني أنا أحلى وحدة بالحارة، بس ما بتنصرف معي هي. شو قصدك يعني؟ أم رمزي لا تاخديني بالعبطة وبالكلام الحلو، حاكم بعرف لسانك ما بينقدر عليه. أنا بدي إياكي تنفذي القصة اللي اتفقت أنا وياكي عليها، مثل ما أنا نفذت وعدي معي، أنت بدك تنفذي وعدك معي. هو تكرم عينك، أمري لله. بس ويني بدك تحكي لي من دقدو لسلام عليه شو حكيته مع الزعيم حتى سامحني؟ تعي لقلك شو صار. شو عم تحكي ابو الصيف؟
هيك الزعرور خبرك ورحت على القهوة بنص الليل؟ لك معلوم بدي روح، واحد عم يقول لك جاي غريب على القهوة تبعها، هذا رزقي ما بروح. كمل حبيبي أبو صيف، كمل كمل. لك إيه، وإجيت عم بركض ومعي سلاحي. وليش سلاح يا حبيبي؟ ليش يا جوهر نظري ليش؟ لك شو ليش سلاح؟ بركي حدا تعرض لي بالطريق. وصلت لهنيك على القهوة، لقيت القهوة مسكرة بالغار، قمت فتحت الغار. منيح كثير اللي تذكرت انك تجيب معك المفاتيح، منيح. لك معلوم بده يكون معي المفاتيح، لك هذا رزقي، رزقي معي مفاتيح الاول مسبكه كمان. المهم يا ابو صيف لما فتحت وفتت شو لقيت؟ لك ما لقيت شيء، قلت لك لقيت الغال مسكر، يعني القهوه مقفوله. لك ليش هذا المغضوب الزهرور خبرك هيك؟ ليش ليش؟ لك انا محروق قلبي على ما اشوفه لا اعرف ليش. ليكون عم يمزح معك ابو الصيف؟ والله اذا طلع عم يمزح معي لاشمط له رقبته شمط. بس بدك الصراحه انا صدقته، لانه صار لنا يومين ونحن عم نحكي انه خايفين على رزقنا ونسواننا من حاله النار. يا ميت اهلا وسهلا بسعديه، سبحان الله كانه حاسك قلبك انه بدريه عندي. اهلين سعديه، كيفك؟ الحمد لله، كيفك انت؟ طمنيني عن اخبارك. تمام الحمد لله، والله والله اني مشتقت لك كثير كثير. اي وانا كمان. طيب طالما اجتمعوا الحبايب لقوم اعمل اطيب كاسه شاي. اي والله، وطلعتي قدها يا سعديه، بري عليك انك اجيتي. كيف عرفتي اني انا هون؟ بس على فكره انا اجيت بالصدفه. قلبي حسني انك رح تكوني هون. سعديه بدي اطلب منك طلب. طولي بالك علينا بس لحتى نشرب الشاي، هيك من اولها طلبات. ايه تكرم عينك، بس لنشرب كاسه الشاي. لا مع الغلاظة، اجينا لنحكي بالقصة تبعي، طلعت بوشي وهلأ بدها تقضي لي اياها طلبات. سعدية وين سرحتي؟ ها؟ لا ما في شيء ما في شيء. سعدية كيفه ابو عبدو؟ ابو عبدو؟ ابو عبدو منيح ماشي حاله، يعني مثل ما تركتي على حاله ما تغير شيء. طيب حكالك شيء اذا بده يرجعني على زمته؟ حكالي ايه لا بلا لا حكالي ايه صحيح إيه يمكن حكى. لا هو ما حكالي، بس انا قلبي حسني انه في شيء بده يقول لي اياه بس لسه ما حكالي. روحي الهي يا رب الله يطمنك اذا هالحكي صحيح يا سعديه. شو يطمنك ما يطمنك، كانه راح علي حكي، خبروني شو في. ما بيقنعوها على الخبر. عرفتي انه بعثوا لي خبر من حاره السبع؟ حاره السبع؟ ايه مثل ما عم اقول لك. ايه شو بدهم؟ قال في عريس ناطرني. ايوه هلا مو غريبه، عريس وحارة السبع. أهلين يا أبي، الله يرضى عليكي. واصلي واصلي. طلبتني يا أبي؟ شوفي. إيه يا أبي طلبتك، تفضل عد استريحي واسمع مني هالكلمتين. خير يا أبي؟ قلقتني يا أبي. أنا تعبت عليكي وربيتك وعلمتك مشان تكوني حرمة قوية وفهمانة. مزبوط. وصرتي والحمد لله بتعرفي القراية والكتيبة. مزبوط، بس لحد هلأ أنا ما فهمت. بدي منك يا أبي الدوري بين نسوان الحارة، مين مثلك بيعرف القراية والكتيبة لحتى يساعدوكي؟ بشو بدها تساعدني يا بي؟ بدي هالنسوان يلي بالحارة يلي ما بيعرفوا بالقراية والكتيبة جيبوهم فهموهم وعلموهم ليصيروا مثلكم. كمل يا بي عم اسمعك.
يا بي، وإذا نحن وعينا النسوان بالحارة بيصيروا سند لرجالها، ومعكن معكن أنتوا اللي بتحموا الحارة. بعدين لك بنتي، أنت بتعرفي الحرمة هي يلي بتربي ولادها، وش كانت متعلمة بنضمن إنه هدول الأولاد بكرة رح يفهموا ويتعلموا، يعني المستقبل نحن منكون ضمناه ومنقدر نميز بين الصح وبين الغلط. يا الله يا بي، ما أحلى كلامك. أنت أمرني شو أعمل لحتى أعمل؟ رح فهمك يا بي، رح فهمك شو تعملوا. يا أبو زغلول، قلي شو صار معاه؟ أنا ما رح خبي عليك، إجا المرسال وخبرني، قال إذا بدك تطلبها هي قالت لعم أبو رياح وجاهز يستقبلك ويتعرف عليك أول خطوة. يا سلام عليك يا أبو زغلول، إيش هالخبرية هي؟ تستاهل عليها بوسة من نص الشوارع. كان بلاها هالبوسة، شو أكل؟ طارق صحنين فول مع فتة توم على كيف كيفك. شرب شاي، شرب شاي. هلا انت عن جد بدك تطلبها؟ عن جدك انا عن مزه؟ شو عم نلعب نحنا؟ يا عليم الله على الوصف تبعك لحاله طار الاعلى شيتي، شلون اذا شفتها؟ خلاص نحنا امورنا تمام. بس في مجال تروح معي ابو زغلول؟ نعم. خلص اعتبريها صارت وباسرع وقت. الله ما يحرمني منك الهي. لما الزعيم قتلهم العقيد تبعهم وقت استد لأبو زكوان وطلعوا هني مو قاتلينه لأبو زكوان، قام صار في عندهم حقد دفين على كل أهل حارة السبع. شو عامل ولا بحده؟ ماني عامل شي سيدنا. شلون مو عامل شي؟ لكان متبلي لك الشباب. يا مو قلتك بتزبط هالشغلة؟ أنا شغلة؟ هل تقول شي من إيدك؟ قولي الله يسرق. ما دمنا صرنا بالسفل ما عاد ناكل هم الوقعة. هلا اتركي لي صحن الفول وجاوبيني، صار لك فتره ما عم تجي لعندي، ليش؟ والله مريضه ما عم بطلع من البيت. ايه الف سلامه. شو صار بزواجتي؟ انا عم بشتغل لك فيها، طول بالك. بس يعني بس شو كلام بسرك مرجان؟ في زلم عم تحلق عندي لك وخايفه. من شو خايفه؟